عندنا رعد. طبعا الدنيا مطر. طبعا انا وقيس بنعمل فيديوهين وكمبيوترنا على طبعا يا شباب احنا وقيس بنعمل فيديوهين نروح البقاله نعمل فيديو نروح البقاله نفس الباب. لا ابي يروح هذا خي في واحد مفجر لي دول اللي بيفجر لي دول واحد مين هذا متوت موت الشباب بوزدت ليه يا حرام انت بعدك موتش طبعا نعمل تحدي انا ويا اللي بموت اول إيه بشتي للواحد إيه فورتنايت لا كل فورتنايت بشتي للواحد اثنين شيبس او اربعة كوكولا كوكولا لا ما تخاف يعني طب بضرب لك بالزومبي بس بشتي له بشكلين شيبس طبعا اذا ولا واحد بيموت نسوي الشيء طبعا شباب اذا بنوصل 30 مشترك بكس شفتوا بولفون النوكيا بدبوا عن ظهر الطار بمناسبة 30 مشترك وبعمل عليه التحدي إذا خسرت أنا وقيس بدبوا عن ظهر الطار بتعملكم شرح عن يا شباب اللي بيشترك بالقناة ويسوي يسوي 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 تفعيل جرس بدنا نجيب له هدايا يعني احنا عندنا كمبيوتر هذا سري بس لازم كل حدا بس لانكم انتم بتكون لا شو كمبيوتر سري يعني هيك يعني شباب طبعا اللي سيرني. طبعا شباب اللي بده يربح يشترك بالقناة يفعل الجرس طبعا السح بعرفش على شو بعد مش محدد عنده حوكل على بولفون او لعبه او جهاز او كمبيوتر بعد مش محدد طبعا اذا بنوصل 100 مشترك بنكي ثلاث بربحوا شو بتسجل تسجل خمس دقائق اربع دقائق شباب بيني فيديوهين يعني هو على الكمبيوتر وانا وبدنا نلعب اونلاين يعني ليه يعني نلعب ببجي اونلاين تعرفها ايه بديش هاي المدينة يا عميد ولا شو ما بدي ايه بدي واحدة غير لا طبعا نلعب انا وياه ماينكرافت على بلوك قيس ايشو انا قيس نزل على البلفون تبعك مش بتشوف بدك تجيبه صح نزل عليه ماينكرافت وبنزل لك ايش وبلعب انا وياك والله طبعا سلامنا نلعب طبعا ضوء عميد هاي جت باب قاعد انا بنزل فيديو وفي عنده حلب وفي عنده كثير اشياء وعندي فورتنايت شوي شباب طبعا شباب شوي تأخرت عليكم طبعا شباب احنا فيديو مناش نطوله طبعا شوي مناش نطول كثير يعني انا بجوز انا مش ساكن بهاي البلد يعني انتقلت الى بيت ثاني يعني سامحوني يعني مش كل يوم بتشوفوني بس الا بالعطلات طبعا شباب انت حاطة لابس نسكم بس لو تشوفوا اسبوجيكم الطقس للجوش بس انا هي بحب طبعا شباب اشوفه شوفوا شوف المطر بكى شباب ايه هسه بنكتي على الجوال بنكت خنسد الباب احسن سكع حط الدحي حط شايفين شباب يلا الصدور تقنيه هسه هيك حماس مملي ايه صح كويس حماس تاريخ ولا نتسرع تجوني طبعا احنا شباب من فلسطين ساكنين بقرية جديدة هي قرية مش مدينة اضرب سلخ نط بالبحر يم تحرفع
نروح يعني هذا في كلمة سر إله عشان بس ما تموتش. إذا بده عميد هذا عميد مقترح يم هذا طبعا شباب أسفل كل عظم من اللعبة بس بدي أعمل سلسلة عملهم دار عملهم دار من لا اعمل دار من صوف من زيت شكل هديه اعمل اي تعملكم زي شكل هديه لكم حتى الشهر طبعا شباب طبعا شباب مصر فاتين نعمل ساعات اسف على كتر حكي بس يوم احكي يوم احكي شهر تسك يا اخي بس يوم احكي يعني كيف النظر جيد مشروع الله ربان زين هذا الصوت هلا عيونكم طبعا شباب عملت الفيديو وخلصت ترى خليك مارك يعمل خواهد ننسل يا عميد جميل ولا نلعب اونلاين اليوم شباب بظلني يعني شباب احنا بنطول عليكم ليش عميد يعني يعمل بدالي من الاشياء لاني انا مشغول سامحوني بس انا شباب طبعا خلصت والله بضحك واخذ منك بيت لا لا خلاص لا لا بعد رسائل اضرب نفتحش مع بنات نمزح عليكم يا شباب بس احنا نتخوف بيردو نعمل تحدي مع بنت لو بدنا تعدي ماينكرافت بدخل فيهم اللي بدخلش بده طبش لعيونكم شو بدك يا ورقة يا ورقة روح يا ورقة ايه شو قال بتحرك زبط لنا الفيديو عيوننا نزبط يا زلمي هذول عيوننا عيوننا المشتركين حطوا لنا لايك ولا بتكسر راسكم
بنصح معكم شباب. بزح لكم يعني. خلص خلص مسحكي سكين. احضر النشاز المسحي سكين. ايش قال زلمي؟ قال بتخو بالبارودي هذا. خلص يلا. اه يا حمد الصايع. اه بتخو بالبارودي. هذا بقى بحب بنات. اه يا اخرى بظلوا يحب بنات حمد الصايع. تعبت يجي تصلح. اه بتخو بجرو قال. أسمع رندر عني أسمع رنسة ودحية هلا كل دحية. كان شباب الفيديو طول صار 10 صار 10 بخلي لما الهودة بينطلع هيك بسفنون بقول كنا يبي فرص بطب بصوت اوكي سكوت مزح عليكم مزح عليكم شو اكثر مين زي شادي دخان انا بدخنش الاول ما شاء الله عليك طيب الفيديو تبع القصه هذا الشيء والفوتين لا حيب البيت طبعا شباب انتوا بلطو شباب انا بلطو لا انا هاي هدية مني شوي من فلتو من الزعل طبعا شباب انا خرب فيديو تبعي مو خرب كويس خرب انا متعافى هات تسلمي هات خربوا عادي قالوا كل خرب الفيديو شباب بس انت حطوا له هذا البكاء ايش بقولكم هذا سويت كله 10 دقائق طبعا شباب قيس بحب متابعيني انا تعال فلت الامان كان طبا كان راح قيس اسمع شباب تفو عليكم هتحش بياش خوات طول شباب هسيك سويت السلسلة ماينكرافتي ويلا مع السلامة.